لم تكن مدينة عابرة، بل كانت عنواناً لحضارة ممتدة سطرها التاريخ على سواحل البحرين بين مائها ونخلها، فكانت نموذجاً للتعايش السمح والمحبة التي لا تجف ولا تنضب. مدينة المنامة تعتبر ملتقى الحضارات والديانات والتعايش والألفة بين سكانها والمقيمين والوافدين. تخطيط مدينة المنامة تخطيط قديم، وطبعاً اندمج التخطيط القديم مع التخطيط الحديث، ففي أجزاء حافظت على طبيعة مدينة المنامة اللي هي بشوارعها، طرقها، أسواقها الشعبية، وتداخلت مع بعض المعالم التاريخية اللي مدينة المنامة لها أرث حضاري كمدينة المنامة في حدود 700 عام. تقسيم المنامة يعود على نظام البريطاني مال الأيام الثلاثينات أربعينات، تقسيم على أساس أن المنطقة الدبلوماسية كانت لها دور، السوق كان لها دور، والمناطق المحاكم لها دور. Manama is so special because Manama is a multicultural city. I will say rather, you can find people from different nationalities, different religions, different colors, and different cultures. They all living in a harmony in a very, very small area. Of course, it is a very, very small city, we can say rather, very small, but people are very, very harmonious. They are very cooperative. They accept foreigners. They accept their culture. And without any hindrance, we have been practicing Hindu religion in Manama. مدينة المنامة تعني لي أشياء كثيرة كثيرة وعديدة، ومهما أوصف وأتكلم راح تبقى في قلبي دائما إلى مدى بعيد وإلى أبد الأبدين وإلى آخر يوم في حياتي، من كثر ما أنا لمست الحب، الحرية، الأمان، الأمن، العطاء، الأخوة بين الجيران والناس. ما كان تحس روحك غريب إنك أنت عايش في المنامة. المنامة جوهرة نادرة الوجود، صعبة المطال، تدعى لؤلؤة. لؤلؤة بما تحيط من مدار هذه اللؤلؤة من ناس طيبة، ناس تسامح، ناس على خلق، ناس على حضن دافئ، صدر يضمك ويلمك ويساعدك بأي شيء تحتاجه. أصحاب المحلات تلاقيهم متآلفين، متحابين. نشوف مثلا كان بعض المحلات المشهورة ذاك الوقت، لعلي أذكر البعض، محلات يوسف خليل المؤيد، محلات محمد حسن المحروس، محلات خوشابي، محلات خضوري، والجهة المقابلة شوف محلات العواضي. وقبله هنا كان في مكتبة اللي هي المكتبة الكمالية للعم المرحوم الحاج سلمان أحمد كمال. إذا اتجهنا شمالا مرة أخرى هناك خصوصا محلات يوسف بن أحمد كانت تعد يعني من أعرق محلات أو شركات الطيران. بجنبها هناك كان محل مشهور اللي هو ريفولي، كان أيضا مقهى غربي. لم تكن في ذاك الوقت مثل هذه المحلات موجودة في أي من دول الخليج. Thank you.
العوائل اللي كانوا موجودين منذ أيام العشرينات الثلاثينات كانت عائلة المديفع، عائلة المناعي، عائلة الفاضل، وكانوا يتعاملون مع اللولو ومع الذهب. طبعاً التجار اللي موجودين في السوق الشعبي كانوا يتعاملون في الحلاق وكانوا يتعاملون في البضاعات من الخارج، لكن الأساس كانوا العائلات البحرينية اللي كانوا يتعاملون مع اللولو. العوائل كلهم من الآباء والأمهات غرزوا روح المحبة والانفتاح واحترام الآخر واحترام الآراء في وجدان أولادهم. في نفس الوقت كل شخص ينبهر بوجود مساجد، جوامع، مآتم، كنائس، معابد، وكل شخص عنده حرية الاعتقاد وحرية الآراء طالما أنه هو محترم، مثل ما هو محترم نفسه محترم غيره، الكل يحترمونه. تعجب لهذه المدينة الصغيرة العريقة كيف تحتضن كل هالتنوع هذا، حتى في سواء التجارات العامة أو الشغلات الثانية، عوائل من أصول نجدية ويمكن أعرقها وأشهرها كان عائلة القصيبي، حتى لدرجة أن احنا نعرف أنهم كيف كانوا متمسكين في البحرين وكيف يحبون البحرين. وغني عن التعريف شاعرهم الفذ دكتور غازي القصيبي، يعني كم كان يمدح البحرين ويحبذ العيش فيها دائما. الضوء لاح فديت ضوءك في السواحل يا منامة، فوق الخليج أراك زاهية الملامح كابتسامة، المرفأ الغافي وهمسته يهنئ بالسلامة، ونداء مأذنة مضوأة ترفرف كالحمامة. يا موطني، يا موطني ذا زورقي أوفى عليك فخذ زمامة. بالنسبة لوجود المسيحي في البحرين هو منذ زمن ليس بجديد، عمره مو عشرات السنين، مئات السنين. قبل 700 سنة منطقة الدير في مدينة المحرق موجودة وما زالت تحمل اسم الدير. ماذا يعني كلمة الدير؟ الدير هو موقع سكن الرهبان. عائلات اليهودية كانوا مختلطين مع المجتمع البحريني طريق أن كانوا تجار في الشغلات الإلكترونية، تجار في الخلق، تجار في البضاعات اللي تي من أوروبا. مثلاً عائلة خضوري والأخ يوسف خضوري الله يرحمه هو اللي كان يجيب بضاعات من أوروبا عن الملابس، وكان يوزع البضاعات على السوق الشعبي وعلى سوق التجار. فشغلهم كان على طريقة إن تسهيلات. أيام الثلاثينات والأربعينات كان يذكرني الله يرحمه الوالد إن كان في نوع من الاشتراك بين عوائل المسلمة وعوائل اليهودية عن المناسبات، وكانوا يشتركون بطريقة إن كانوا يجتمعون في البيوتهم أو يجتمعون في الكنيس، يعني المحبة اللي بيناتهم تكون قوية جداً. في الأزمنة السابقة كانت الأسواق مقسمة، مثلا عندك سوق خاص إلى سوق البز، سوق خاص إلى سوق الملح،
سوق خاص إلى الخضروات والفواكه، سوق اللحم، هاي كانت كلها موجودة في المنامة. هناك سوق عريق جدا كان، لعل حين يعني لا زال يوجد محل أو محلين اللي هو سوق العطارين أو ما يطلق عليه باللغة الدارجة المحلية سوق الحواويج، طبعا مفردها حواج. هذه السوق كانت يعني تجذب كل المواطنين من دول الخليج. ليش؟ لأن في ذاك الوقت نعرف أن المستشفيات شبه قليلة، فالكل كان يلجأ للأعشاب. في كانت عائلات بحرينية اختصاصها في بناء السفن، فهذه مبعث فخر إلى تاريخ البحرين، وهاي السفن كان لهم دور وايد مهم خلال الحرب العالمية الأولى والثانية. لولا وجود هالسفن كان ما موجود للاتصالات بسبب الحرب، أن كل الأشياء وقفت. لكن ذلين السفن، أصحاب السفن واللي نسميهم القبطان دي السفن اللي احنا نسميهم النوخذة باللغة الدارجة والبحارة، يعني ضربوا أروع مثل خلال الحروب، أن كانوا ينتقلون ويكونون همزة وصل لمملكة البحرين مع الدول المحيطة إلى الهند. كانت مدينة المنامة الأساس للشغلات اللولو، والبضاعات اللولو اللي الأغلبية كانت تنباع على الأوروبيين. كان ذاك الأيام في الثلاثينات أربعينات كانوا يمرون على البحرين التجار الكبار من أوروبا وأمريكا. لعله يمكن مو باب الصدفة، إنما الواقع أن البحرين اشتهرت بطيب أهلها وجودة اللؤلؤ. طبعاً لؤلؤ البحرين كانت ولا زالت تزين به تيجان الملوك. كذلك الذهب البحريني يعني كان يعني يطلق على عيار 21، وهو يعني أقرب الذهب إلى اللي هو 24، كان يطلق على ذهب بحريني سواء في البحرين أو في بقية دول الخليج. طبعا ذكرياتي لمدينة المنامة، المباني القديمة بعضها طبعا يعني أزيلت وصارت مباني جديدة، وفي المباني القديمة يعني أنا الحمد لله عاصرت مبنى البلدية القديم اللي كان في شارع الشيخ عبد الله، وحين مبنى البلدية الحالي. في نفس الوقت كان مستشفى النعيم، كان مبني بطريقة حديثة وجميلة، طبعا اليوم أزيل. في نفس الوقت مبنى الجمارك السابق اللي حين يستخدم عن طريق إدارة البريد وحافظوا عليه، هذه معلم حضاري مهم. في نفس الوقت في يعني المباني، مثلا أنا عاصرت المستشفى الأمريكي السابق قبل تحديثه. في نفس الوقت كان في مستشفى يسمونه مستشفى كوتي اللي هو المستشفى التذكاري فيكتوريا، هذه مستشفى مشهور يم مبنى السفارة البريطانية اللي أول كانوا يسمونه بيت البوليوز. هذه أشياء يعني كانت مهمة، مبنى البريد القديم، باب البحرين طبعا جدد، هذه الأشياء كلها ذكريات. كان الناس تأخذ أولادها إلى مدرسة مثل القلب المقدس، ولا أحدهم يعني أخذت يمكن السنتين الأولى قبل أن أدخل يعني إلى المجال أو أدخل إلى التعليم الحكومي أو المدارس الحكومية. فحتى وإحنا هناك شعرنا أن ما في فرق، يعني لا هم كمسيحيين عاملونا ولا إحنا كمسلمين عاملناهم فرق. يعني تجد المسيحي والمسلم
واليهودي والهندوسي في نفس الفصل الدراسي. حرية مدينة المنامة بحرية التعددية، هذا شيء ليس بجديد على أهل البحرين أو المنامة، هذا شيء جد لأب لابن لحفيد وسوف يتواصل. هذا شيء زرع في بيوت أهل المنامة، بإضافة إلى المشروع الإصلاحي لسيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ربنا يرعاه ويحفظه، زاد الثقة، أعطى نور، أعطى شمعة تنير على المحيط البحريني أولاً وثانياً الخارجي. مشروع الإصلاحي هو اللي يخلينا نبني نوعية الاحترام، نوعية الأخلاق، نوعية المحبة بين الأطراف الموجودة المختلفة. I am lucky and he has chosen me as one of the trustees. So I am Hindu Indian as one of the trustees and we are just promoting how Bahrain is, how Bahrain peaceful, trustworthy, tolerance, and how the other religions and in even Hindu religion they practice their religion without any trouble in Bahrain. إخواننا وأعزائنا أشقائنا الخليجيين يشتاقون إلى زيارة البحرين لدرجة أن كان عندهم مثل، ولعل يعني كان دارج وأنا معجب هذا المثل، كانوا يقولون إذا ضاقت بك الدنيا سير على البحرين. فهي كانت وإن كانت على محدودية مساحتها مثل ما قلنا، لكن مصدر رزق، مصدر بهجة وإسعاد لزوارها. مدينة المنامة جميلة بناسها، جميلة بتعدد الأجناس اللي تمشي على أرضها، جميلة بالأماكن الدينية الموجودة داخل مدينة المنامة، يعطي رابط جميل مميز يخليك تستغرب انك انت تمشي في شوارع مدينه المنامه تشوف مسجد، كنيسه، معبد، سوق، تتنوع الاشياء دار مدارك، يعطيك لون يخليك تستانس وانت ماشي بطبيعه تحرك الناس في هذه المدينه من حيث لباسهم، جنسياتهم، الوانهم، نوعيتهم. You will find people in what you call abaya, you will find the people in pant and shirt, ladies moving around in sari or Punjabi dress or western cultural dress of pants and shirts and nowadays everything without any problem. Nobody minds that what you are wearing. And as you know, Manama is the heart of Bahrain. And the food also, there are so many types of different foods are available. Even if say I'm Hindu, I'm vegetarian, I will say rather. But for me also, there are so many places available for food. I can have vegetarian food, pure vegetarian. كل الجاليات متداخلة مع الشعب البحريني، حتى في السوق. تشوف مثلا محل يمتلكه خليجي ومحل آخر يمتلكه بحريني وثالث يمتلكه هندوسي ورابع يمتلكه مسيحي وآخر يمتلكه يهودي، والكل على ما يقولون الكل يأخذ رزقه. كل مدينة لها طابع خاص، حتى في الزمانات كل مدينة لها حتى طريقة لباس معينة، ملابس تراثية، أعمال تراثية، يعني هالأشياء دي تعطي زخم إلى مدينة المنامة. وهذه نفس الشيء لما نكون مثلا يوم الجمعة
موجودة الجوامع حق صلاة الجمعة. لما تكون مناسبة مناسبة عاشورة موجودة، هاي حرية دينية. نفس الوقت يوم الأحد لما أخواننا المسيحيين يروحون إلى الكنائس، أصدقائنا الهنود يروحون إلى المعبد، هاي كل هالأشياء يعني يدل على سماحة الشعب البحريني. يوم كريسمس ما شاء الله يجيني عدد كثير من المسجات تهنئني بعيد كريسمس. أعتز، أفتخر أن عايش في مدينة يوجد ناس بهذا المثل اللي يعطيك قيمتك واحترامك ويهنيك بدينك بمذهبك. هذا لا يعني إحنا غير عن بعض، لا لا لا، بس هو مقدر إن هذا الشخص مسيحي ويستاهل التهنئة ويقومون بذلك. أهمية المنامة إن هي الموقع لكل الأطراف الدينية وكل الأطراف الاجتماعية. أنا أحب أكون في المنامة يومياً، ولي اليوم ضروري أن أكون في المنامة يومياً. مدينة المنامة مهما طال الزمان ومهما الناس طلعت من مدينة المنامة تعيش في مدن أخرى، تبقى لها رونقها الخاص، رونق مميز. مدينة المنامة هي هويتي، هي صباي، عائلتي، أصدقائي. فتحت عيني على الجيران، جيران من جميع الجنسيات، من جميع الأديان، من جميع الطوائف، كلهم كانوا في محبة. كنا نشوف الابتسامة موجودة، كنا نشوف التواصل، الكل يسأل، الكل موجود في الأفراح، في الأحزان، في العلاقات الاجتماعية. كل هذه الأشياء هي موجودة في وجداني أو وجدان المواطن البحريني اللي هو منفتح على جميع الأشخاص. أتمنى لها كل التوفيق والازدهار إلى أعلى وأعلى وأعلى بوجود شعبها وناسها القدامى والحاضرين، وفي المستقبل يكملون مسيرة اللي وراهم على صيغة من هم في المنامة. أنا أحب أشوف مدينة المنامة أن دائما تتطور مع المحافظة على قيمنا، محافظة على تراثنا، والمحاولة الحفاظ على بعض المباني اللي لها أرث تاريخي، على أساس أولادنا الجيل الجديد اللي بيجي، مع المحافظة طبعا على المناطق الجديدة اليوم موجودة، وطبعا مع التمدد العمراني والزيادة السكانية طبعا لا شك أنها راح تطلع مدن أخرى، لكن أنا أفضل المدن الأخرى أو الجديدة أن يكون لها الطابع البحريني. حكاية هذه المدينة لا تنتهي ما دام البحر حاضراً وقلوب محبيها تنبض بالمحبة، ما دامت الذاكرة شاهدة على كل آثارها وتحولاتها الجميلة على مر السنين. إنها المنامة، تلك الدانة التي زينت تاج وطن قيل عنه، وطن النوارس والشواطئ والنخيل.